بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومشاهدي قناة القرآن الكريم أينما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم خيركم لأهله. حديثنا إليكم مشاهدينا الأفاضل عن البيع، هذا المفهوم الذي تفردت به الشريعة الإسلامية كنظام حكم لاختيار من يحكم المسلمين. سنحاول أن نسقط هذا المفهوم على واقع الناس اليوم في المؤسسات الحديثة والمعاصرة، ومدى مشاركتنا في صناعة القرار المتخصص في بناء هذه المؤسسات على اختلاف أنواعها وأدوارها. إذن مشاهدينا الأفاضل، سنبسط الحديث معكم حول عنوان إذ يبايعونك تحت الشجرة. يطيب لنا مشاهدينا الأفاضل أن نلقاكم في هذا العدد، ويطيب لي أن نناقش هذا الموضوع موضوع اليوم مع كل من البروفيسور رابح كشاد، مختص في علم الاجتماع. بروفيسور مرحبا، تحية طيبة شكرا إليك. شكرا جزيلا للدعوة. شكرا، الله يحفظك. دكتورة شهرزاد عزوزة، مختصة في الشريعة والإرشاد التربوي. أستاذة مرحبا. مرحبا بك أخي. تحية طيبة. تحية طيبة لك، تحية طيبة أيضا لمن معنا، أيضا للسادة المشاهدين. برنامج خيركم لأهله هذه المرة سينزل بعمق، يعني في واقعية الناس إن شاء الله. الله فيك. يحضر معنا كذلك البروفيسور عصام طولبي الثعالبي، مختص في الشريعة والقانون. تحية طيبة إليكم. مرحبا أستاذ. مرحبا. شكرا. السلام عليكم. تحية طيبة لمشاهدينا الكرام، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. الله يحفظك، شكرا على تلبية هذه الدعوة. طبعا البداية مع دكتورة شهزاد عزوزة، إطلالة الشرعية على هذا المفهوم الذي اختصت به الشريعة الإسلامية دون غيرها، مفهوم البيعة. وننطلق من الآية الكريمة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا المنطلق الذي نرسي به هذا المفهوم في شريعة الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. في الحقيقة الحديث هنا وحديث عن بيعة الرضوان، وجاء ذكرها في القرآن تشريفا لها، رأينا لموقف الصحابة في تلك البيعة. والذي يصنع الناس هي مواقفهم في الحقيقة، والذي يستحق الناس عليه الثناء هي مواقفهم المشرفة، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم. فبيعة الرضوان الذي جاء ذكرها في هذه الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن جزاء كبير جدا لهؤلاء الصحابة، وربما لا يمكن نفهمها إلا بالرجوع إلى سبب نزولها أو الظروف التي كانت فيها بيعة الرضوان الذي جاء بعدها صلح الحديبية، وهذا هو أرجح الأقوال عند العلماء، لأن هناك من قال أنها كانت بعد فتح مكة، ولكن الأصل رأينا يعني الأرجح عندهم هو أنها كانت قبل فتح أو قبل صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 هجرية يرى في منامه، يرى رؤية بأنه يدخل المسجد الحرام ويطوف في البيت، ويخبر الصحابة ويبشرهم بهذا الأمر، فيستبشر خيره، خاصة وقد زاد اشتياقهم لمسقط رأسهم مكة المكرمة. ويخرج فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك العمرة، ولكن احتاط من ردة فعل قريش، ولذلك أخذ معه السلاح. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دو الحليفة، ما يعرف اليوم بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة في الإحرام، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبعث صحابي إلى المدينة المنورة يأتي له بالإخبار مدى استعداد قريش للدخول في الحرب. ورجع فعلا وبين بأن قريش تريد أن تصده عن دخول البيت الحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سار بالصحابة. طبعا وصل إلى منطقة عسفان، وهناك صلى صلاة الخوف، ولكن أخذ مسلكا وعرا إلى مكة المكرمة. لماذا؟ يجتنب يعني الاصطدام مع خالد بن الوليد الذي خرج فعلا في جمع من الجنود يريد يعني أن يصد النبي عن الدخول. واستشار النبي الصحابة في هذا الأمر، وأشار عليه أبا بكر الصديق أن يدخلوا رأينا ويطوفوا بالبيت، فإن صدتهم قريش يقاتلون. وأخذ النبي بالرأي وسار فعلا. لما وصل إلى الحديبية بركت ناقته القصواء، وما كانت لسفعل،
ولذلك النبي أخذ ما هنا بشارة وأخذ رسالة صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، هكذا عند البخاري، سأستجيبهم لما يطلبون. وأرسل عثمان بن عفان أن يبلغ قريش: أنا ما جئت للقتال، أنا جئت فقط يعني من أجل أداء العمرة. وأمره أيضا أن يذهب إلى بعض الرجال والنساء المؤمنين هناك ويبشرهم بالفتح، ففعل عثمان. ولكن قريش احتبست عثمان بن عفان فترة من الزمن فتأخر عن الرجوع، وشاع وتحدثنا عن الإشاعة وما تفعله الإشاعة أن عثمان قد قتل، ولذلك قتل عثمان مع لها الحرب. وكان النبي تحت الشجرة في منطقة الحديبية، فنادى الصحابة أن يبايعوه، فتدافعوا إليه صلى الله عليه وسلم وبايعوا. تصور أنت 1400 كأقل تقدير، لأن بعضهم قال 1500، كلهم اندفعوا لأي شيء لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار من المعركة، بمعنى على القتال ويعني عدم الفرار. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا كان يعني أعطى رسالة أيضا لقريش أني مستعد، لأنه ما بعد تثبت من مقتل عثمان، وربما هو احتباس فعلا لعثمان أو حبس عثمان أو شيء من هذا القبيل، فأعطاهم رسالة أني مستعد للقتال. وكم القوام؟ 1400 أو أكثر من ذلك، كلهم بايعوا النبي إلا واحد، الجد بن قيس، هذا لم يبايع النبي وندم ندما شديدا بعد ذلك. فقلت الصحابة لما اندفعوا هذا الاندفاع، أولا القرآن الكريم نرى هذا الثناء عليهم، مع أن هناك غزوات قبل هذا ولكن لم يتحدث القرآن عنها بهذا الشكل، وجاء الحديث عنها في موضعين: بداية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، بعد 7 آيات أعاد الحديث عن بيعة الرضوان. فبشرهم الله سبحانه وتعالى وقال: علم ما في قلوبهم ماذا من الإخلاص. ناس خرجوا يريدون العمرة سياحة في الأرض، صح؟ لم يحتسبوا أصلا حسابا للقتال ولا للحرب، لم يحسبوا أن تغيير الهدف ممكن، رأينا، ولكنهم قدموا واندفعوا للنبي على مثل هذا، يعني موقف فيه ممكن أموت، ألا أحسب حساباتي؟ أبدا ما حسبوا. ولذلك علم الله ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص لله تبارك وتعالى، لم يحسبوا حسابات، رأيت؟ ولذلك كان ممكن أن يقولوا للنبي: لا نخرج معك، لا نقاتل، لأنه ما عملوا حساب لهذا، ما عملوا حساب تغيير أو تغيير الهدف. ولذلك أثنى الله عليهم هذا الثناء، وأكثر من ذلك أنزل عليهم الطمأنينة لما يعني وقفوا عليه من قرار، هذا القرار يعني أكسبهم طمأنينة في قلوبهم. ثم فتحا قريبا، وكان فعلا فتح خيبر، وغزوة خيبر كانت من أعظم الغزوات في الحقيقة، مفرق في القضاء على اليهود، وكانت الغنائم عظيمة جدا في غزوة خيبر. وهذا هو الوعد الذي وعدهم الله تبارك وتعالى به، وعوضهم على ذلك خيرا عظيما. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب أمانا صلحا إلى غير ذلك، فلما استجابت قريش لهذا كان هناك صلح الحديبية. فقلت إذن هنا البيعة كانت على ماذا؟ على عدم الفرار، على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الفرار من المعركة. والبيعة تأخذ معاني عندنا، ولعلنا يعني إذا رجعنا إلى الفقه الإسلامي وإلى السياسة الشرعية نجد بأن البيعة تأخذ معنى عهد الالتزام بالسمع والطاعة لمن تم اختياره، هذه هي البيعة. ولذلك لا توجد يعني خلاف بين الفقهاء والعلماء حول وجوب تنصيب حاكم للدولة يقوم على يعني أو ينوب عن الأمة في إدارة شؤونها ويقوم على مصالح الأمة العامة، هذا لا خلاف بينهم في هذه المسألة، سموه عندنا الخلافة الإمامة. ورأوا بأن وجود هذا الحاكم ضرورة لابد منها، ليس ضرورة شرعية فقط، قالوا ضرورة عقلية أيضا، لأن الشرع أي نعم أوجب الله سبحانه وتعالى وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله والرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر التشريعي هم العلماء، أولي الأمر التنفيذي هم الحكام وولاة الأمور الذي يعني يشرفون على إدارة شؤون الناس، وهذا ضروري جدا عقلا أيضا. فلا يتصور ناس يعني عقلاء
يعني يعيشون مع بعضهم، لا يوجد رينا عليهم واحد يفصل بينهم ويدير شؤونهم ويكون أكثرهم رجاحة في العقل وغير ذلك. ولذلك هذا المفهوم قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له كما نقول يعني المفهوم، ثم هذا المفهوم قلنا تطور في الفقه الإسلامي عبر عدة مراحل. الصحابة حتى أقول كلمة، لا يوجد يعني شيء يدل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أنموذج من نظام الحكم، ما تحدث عن نظام الحكم النبي صلى الله عليه وسلم أساسي. تركها بين الناس يختارونها حسب العصور وحسب الأقوام وما يتناسب مع مسألة الاختيار. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيضع نظام الحكم، مات بالاثنين، هو كان الأربعاء عفوا الخميس والجمعة والسبت والحد، أربعة أيام كان سيضع نظام الحكم، ولكن حال الله تبارك وتعالى دون ذلك فمات يوم الاثنين. ولعل في هذا حكمة عظيمة جدا، وهي أن لا يشق على الناس بعد ذلك أن يعني يلتزموا بنظام واحد، فترك الأمر للناس حسب العصور، حسب أيضا طبيعة الأقوام، كيف يمكن أن يختاروا هذا القائم على شؤونهم داخل أي دولة. ولذلك اليوم العلماء لما يرجعوا إلى هذه المفاهيم يتحدثون عن مسألة وجوب انتخاب رئيسا وحاكما ويعني وليا على الناس ينوب عنهم في إدارة شؤونهم والأمور العامة. بارك الله فيك أستاذة، سنرى ذلك في الصور التي يمكن أن تشتق من هذا المفهوم، مفهوم البيعة في الأنظمة الحديثة وفي عصرنا وواقع الناس اليوم. بروفيسور عصام أشارت إلى المفهوم الذي أرسى هذا الحكم في الشريعة الإسلامية والمنشأ إلى غير ذلك، أشارت كذلك الأستاذة مشكورة لأنه الأمر مفتوح والأمر فيه مسايرة لطباع الناس، مسايرة لثقافات الناس، لبيئاتهم ولعصورهم. كيف تستقرئ هذا المفهوم وأنظمة الحكم على الأقل تاريخيا أستاذ؟ بالفعل بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا إذن حيثما توقفت الأستاذة الكريمة، هذه من ميزة الإسلام في الحقيقة، أنه في كل عصر من العصور في كل بلد من البلدان إلا وتأقلم مع البيئة التي دخل فيها، وهو الذي جعل الشعوب التي عرفت الإسلام واعتنقت الإسلام تحس وتشعر بتلك الأريحية، لأن الإسلام لم يأتي ليزعزع الأفكار إلا بخصوص أو أقول الأعراف إلا بخصوص المعتقدات التي جاء فيها بخصوص فيما يخصها بالتوحيد، وآتى بأكثر من ذلك بمبادئ. فيما يخص الخلافة أو البيعة أو نمط تعيين الحاكم في الإسلام، مما يؤكد على الفكرة أن الشريعة العزيزة لم تفرض نظام موحد أو نظام معين لا لتعيين الحاكم، ولا كنمط من أنماط الحكم في الإسلام، هو طريقة تعيين الخلفاء أنفسهم. نرى كل خليفة من الخلفاء الأربعة الراشدين إلا وتم تعيين كل واحد منهم بطريقة خاصة. فيما يخص سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، مجلس أهل الحل والعقد، عندما تعلق الأمر بسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان الأمر بالوصية، وقال سيدنا أبي بكر لم أوصي لذي قرابة، وحتى هذه الوصية ليس كيف ستؤول فيما بعد أنها وصية مالك لمن يخلفه، لا الجدي بالإشارة إليه صحيح. لم يولي قرابة، وأنه ولى واستفتى المسلمين، هل ترضون بمن أوليها عليكم؟ قالوا سمعنا وأطعنا. عندما أتي إلى الخليفة عمر، عندما أتى وقت رحيله عليه رضوان الله، أتاه الصحابة، هل تولي من تولي علينا، من تترك وصية؟ قالهم لا، تحملتكم في حياتي، ما تحملكمش بعد الوفاة نتاعي. قالهم عينوا ستة نفر، هذوك النفر هو ترشيح ستة فكرة الترشيح، وهذوك الستة يخرج منهم ثلاثة ثم يصلوا إلى الخليفة فيما بينهم. ثم في نهاية المطاف توصل الأمر إلى استفتاء كل المسلمين، حتى العروس، حتى الغلمان، حتى الشباب الكهول، ليصلوا بشبه إجماع إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لنصل بعد ذلك إلى علي، لم يترك له الخيار بعد مقتل عثمان استشهاده مباشرة، التفت الأنظار نحو الإمام علي. إن دل ذلك على شيء فهو يدل على أن الإسلام لم يفرض نظاما معين. علاه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سكت عن أشياء
ليس نسيانا ولكن رحمة بكم، رحمة بالمسلمين، ليترك باب الاجتهاد مفتوحا. لذلك جاء في الحديث يبعث الله على رأس كل هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فالدين يحتاج إلى تجديد مفاهيم خاصة فيما يتعلق بعلم العلوم الشرعية. أما بخصوص الآن البيعة، بالفعل وافق وهي مشكوى الأستاذة على هذه اللمحة التاريخية. ممن يمكن أن نستقيئه من هذا العرض الواضح بخصوص تاريخ البيعة أن الجانب العقدي المرتبط بها منذ بداية الإسلام، لأنها لم تكن إلا في بيعة الرضوان ولا في الحديبية. لن ننسى بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لم تكن دولة إسلامية أنذاك، لأن الأمر يتعلق قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على هذا الدافع. الصحابة يأتي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعه بين 1400، يقولوا لي ما جئت تبيعوني؟ وش يقولوا؟ شوف هذه النظرة تاع الصحابة، مقام الرجال صدقوا مع هذا الله عليه. أبايعك على ما في قلبك، أبايعك على ما في قلبك، من تأبوني بما شئ. يسألوا لي ما أن أخذ سيفي أقتل وأقتل في سبيل الله. جاءوا بنية، جاءوا برغبة، جاءوا بواحد النظرة اللي هي نظرة أن جعلوا قلوبهم بين وأنفسهم وأجسامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من ناحية تاريخية جانب عقادي. جانب أيضا هذا هو شمولية الإسلام، الإسلام شامل لكل المظاهر، نعم العقيدة ولكن فيها أيضا السياسة، فيها الاجتماع، فيها هذا الجانب الذي رويدا رويدا ستأخذه البيعة، بداية مع قيام الدولة الإسلامية بطبع دولة الإسلام نقول عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رسوخ ركائزها مع الخلافة في عهد الخلافة الراشدة. هنا البيعة خاصة بعد بيعة أبي بكر رضي الله عنه، رغم أن كثير من الصحابة عندما بايعوا أبا بكر بقت لهم تلك العقيدة في البيعة أن أبا بكر أولى بالبيعة. لما؟ ومن هنا نجد في البيعة في كتب العلوم الشرعية، ونجدها أيضا حتى في العقيدة، في كتب العقيدة معناها منحوا هذا البعد العقائدي. لكن مع مرور الزمن خاصة عندما دخلنا في عقد في عصر بني أمية وبني العباس فيما بعد، البيعة أصبحت عملا سياسيا بامتياز. لا يعني ذلك أن البيعة لم تحتفظ على هذا الجانب العقائدي، لا، لأن من يبايع، هنا نأتي إلى العمل المدني، من يبايع فيه كما قالت الأستاذة نوع من العقيدة، أنه يعتقد في حب وطنه، وحب الوطن من الإيمان، أنها أن البيعة هي تنصيب حاكم على دولة لبناء مستقبل الأجيال، فيها جانب عقادي. لكن نجد حتى هذا الجانب العقادي في ممارسات أخرى للبيعة. نمشي مثلا إلى الزوايا، نمشي إلى الطرق الصوفية. إلى يوم من الزوايا الجزائرية عندما يأتي التلميذ إلى شيخه أو المريد إلى شيخه توجد ما يسمى بايعه على السمع والطاعة. معنى هذا الجانب بتاع البيعة نجده في مختلف مجالات الحياة، التربية السلوكية. له جانب سلوكي، له جانب سياسي، له جانب تاريخي. فالبيعة، ويكفي البيعة أهمية وشرفا أن ورد ذكرها في سورة الفتح مرتين. يدل ذلك على شيء، فهو يدل على أهميتها. بارك الله فيك بروفيسور. بروفيسور رابح، حتى وإن اختلفت طرق الحكم وطرق التمثيل إن صح التعبير، طرق ربما النيابة عن مجموع الناس، تبقى المشاركة هي المشاركة، ليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صحيح، في الحقيقة هنالك أهداف، يعني حتى نتكلم المبايعة أو التمثيل الديمقراطي إلى غير ذلك بالأساليب، اختلاف الأنظمة، اختلاف الأنظمة. يبقى يعني الشغال الكبير وهي مشروعية القيادة. يعني عندما تكون هنالك مبايعة لك المشروعية، صحيح، التي انطلاقا منها تستطيع اتخاذ القرارات إلى غير ذلك، مع جزيئة مهمة جدا، حتى الذين تم مبايعتهم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نقاط أساسية نجدها الآن في الأنظمة الحديثة. أول مشروعية عن انطلاق الكفاءات، بمعنى الذين كانوا يقودون كل المهام ما خرجوش على الطريق، لم يتسلطوا ولم يضحوا بالكفاءات. عندما وضع عمر بن العزيز كولي على مصر فترك في الحقيقة نموذجا في العدل والإدارة الشؤون، وكان يختار مستشاريه
بدقة متناهية، بمعنى أن المبايعة لم تكن وسيلة أنني أتفرد بالسلطة، وهذه مهمة جدا. وهذا ما نجده في الأنظمة الحديثة، لأن الأنظمة الحديثة ممكن نقسمها جزئين: أنظمة ديكتاتورية والأنظمة الديمقراطية بالمفهوم اليوناني حتى يومنا هذا. وحتى داخل الأنظمة الديمقراطية فيه تشعبات، لكن كلها تدخل من هذا الباب، صنفين في السبب على المستوى الكلي، ولكن لا ننسى المستوى الجزئي. يعني حتى المستوى الجزئي، نعطي مثال، أستاذ تكلم الأساليب أو النموذج التقليدي في الجزائر، حتى اليوم العزابة في الغرداية تمارس هذا المنطق. صح صح، يعني كل سنة فيه يعني هنالك مجلس ينتخب شيخ عزابة، أكيد نسميها مبايعة، أكيد له تلك ما يسمى بالمفهوم الحديث في بالتفويض. أبايعك إذن أفوضك على إدارة شؤون أمة، سواء على المستوى الكلي على المستوى الجزئي، ولكن في نفس الوقت أنت نبايعك نختارك بالمفهوم الحديث، ولكن أنت تحت سلطة مراقبة الشعب بالمفهوم الديني، مراقبة الشعب ومراقبة الله. يعني هذا بعض الجزئيات مهمة جدا، يعني لا يعني حتى في الأنظمة الديمقراطية بكل. فعندما تكلم الانتخاب هي لا يضحي بمفهوم كما قلنا القائد الذي نكلفه بقيادة بلد نحو أهداف معينة. نأخذ أمثلة كثيرة جدا، يعني في هذا المثال أمثلة، فنجدها مثلا في كثير من الأنظمة أنها هي شكل من أشكال مشاركة المجتمع في صنع قرار اختيار القائد على مستوى الكلي أو على مستوى الجزئي. لكن في الأنظمة الأخرى الديكتاتورية فنرى أنها مثلا القائد لا ليس هنالك مشروعية، المشروعية يأخذها بأساليب أخرى في أغلب الأحيان غير أخلاقية، وبالتالي يتسلط على الآخر، يتسلط يفقد مفهوم الرقابة الشعبية على قراراته. ونأخذ مثال حتى في الجزائر، حتى في الثانوية، حتى في الجامعة كان هنالك اختيار رئيس القسم، اختيار المدير، اختيار رئيس الجامعة، انتخابه من صلب التنشئة أكيد يعني كان انتخابه ويعني عهدات. وحتى أنا كنت في عهد المعنظر كانت عهدتين فقط، يعني في عهدات، ولكن فيه آليات مهمة جدا حتى المبايعة أو الانتخاب إلى غير ذلك، لكن في نفس الوقت المحاسبة، والمحاسبة الذي بايعك هو الذي يعني تحاسب. في الأنظمة الديمقراطية هنالك البرلمان، وهنالك كثير من الآليات أنك تنتخب على أساس برنامج، ولكن هنالك مراقبة على كل الأهداف التي التزمت بها. بارك الله فيك بروفيسور على هذا التوضيح. الإشكال هو وجه الربط، يعني أستاذة، بين مسألة البيعة بذلك المفهوم النبوي وما أرسته كذلك الخلافة الراشدة، والآن وجه الربط بينها وبين الأنظمة خصوصا الديمقراطية الآن والانتخابات التي تجري في واقعنا اليوم. طيب، ربما أنطلق مما قاله الأساتذة دي قبل. هو أولا عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مارس الشورى ربما يعني في حياته صلى الله عليه وسلم ليعلمنا. أما من ناحية اختياره، ما كان هناك اختيار للنبي، لأنه بسلطة إلهية عين واليا، عني حاكما للمسلمين، رأيت كيف، وخليفة لهم إن صح تعبير خليفة، لأنه جاء هذا اللفظ لاحقا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن النبي أولى رأينا بالمؤمنين من أنفسهم، إذن لا أحد رأينا يوضع بجانبه. لكن قال وأمرهم شورى بينهم، بعد ذلك كيف نتعامل نحن؟ ولذلك كما قال الأستاذ قبل، جاءت يعني قلت النظام الحكم لا يوجد، لم النبي لم يضع لنا نظام للحكم، إذا كانت اجتهادات. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الصحابة رضي الله عليهم، أبا بكر يرشح عمر وعمر يرشح أبا بكر رضي الله عنه، ويجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه. عندما جاء يعني كان هناك وفاة لسيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أيضا بدأ كما يجمع يعني آراء الصحابة حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أن ممن قالوا يعني هو يعني سريرته مثل عنليته إلا أن فيه غلظة. قال ذلك لأني أنا لين، عندما ألين أنا يغلظ هو، وعندما أغلظ أنا يلين هو، رأيت كيف؟ لكن فيما بعد اجتمعوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن رشحه، ثم جاءت خلافة أو يعني بعد عمر بن الخطاب، وقد طالت خلافته 10 سنين وأشهر، يعني وطعن رضي الله عنه،
يعني طلبوا منه أن يرشح، رأيت كيف؟ فرشح 6، 3 تنازلوا لـ3، فخلصت عندنا عثمان بن عفان، علي كرم الله وجهه، وأيضا عبد الرحمن بن عوف، وهذا من كبار الصحابة، الصحابي الوحيد الذي صلى النبي خلفه، رأيت، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن يعني في حديث أنه من يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم من أمته رجل صالح، شهد له النبي بالصلاح ومن يعني مبشرين بالجنة. إذا نحن ندور في كنف ماذا؟ ناس زكاهم القرآن الكريم ورضي الله عنهم في بيعة الرضوان، وأعلن الله سبحانه وتعالى صلاحهم، وهؤلاء اجتهدوا لأنفسهم في ذلك الوقت. عبد الرحمن بن عوف كما قال الأستاذ من قبل 3 ليالي هو تنازل، هم 3 إذن قلنا، سيدنا عبد الرحمن تنازل، قال أتنازل على أن يكون لي أنا من يختار، أنا من أمشي حول هذه القضية، فأعطوا له هذا عثمان، فوضوا عثمان وعلي 3 أيام. طبعا لم تكن وسائل الاتصال كاليوم حتى يجمع آراء الأمة كلها أو آراء يعني الأمصار وغيرها في ذلك الزمن، كانت المدينة المنورة فقط، فلذلك استشار من هم في المدينة، وكان هناك رؤساء الجيش جاءوا مع عمر بن الخطاب بعد العمرة وأقاموا هناك، فاستشارهم واستشار حتى النساء، تعرف يسمع بأذن، يسمع النساء يعني في بيوتهن يسمع رأيهن، حتى الطلاب يعني في الكتاب وغيره يسمع آراءهم، الأعراب الذين يأتون في الركبان إلى المدينة ما ترك أحد إلا وسأله، رأيت كيف؟ يعني أيهما، علي أم عثمان؟ فرأى بأن حدث له قناعة من آراء الناس أنهم وكأنهم مجتمعون على عثمان، فأعطيت الخلافة لعثمان ابن عفان وبايعه علي. بعد ذلك كما قال لما شاء أو طعن رضي الله عنه عثمان جاء علي، علي رفضها في البداية، ولكن لم يبقى يعني هو فقط المؤهل لهذا على حسب الاستفتاء الثاني أو الذي حدث في عثمان بن عفان، فقلت إذن رفض، ولكن اجتمع عليه المهاجرين والأنصار وبايعوه. ثم بعد ذلك كانت بعد مقتله رضي الله عنه فتنة ما بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبين ابنه الحسن، فتنازل الحسن حتى ماذا؟ يمنع الفتنة في الأمة. ننتبه، تنازل من أجل إحلال الأمن والسلام داخل الدولة الإسلامية، وحتى لا تكون عرضة لأعدائها يضربون فيها بعد أن تحل هذه الفتنة. وفاة سيدنا معاوية بن أبي يعني بن أبي سفيان كان قد أوصى بالخلافة لمن لابنه يزيد، بمعنى تحول الحكم من أنه استشاري إلى وراثي. هذا اجتهاد كما قال العلماء، وطارت حوله زوابع وغير، اجتهاد اجتهد، فإن أصاب فله أجران، فإن لم يصب فله أجر واحد، ولكن يدخل في كونه اجتهاد. وأنا أشير هنا لنقطة مهمة جدا، نجد اللغط اليوم عند بعض الناس وهم يتحدثون على أن هناك من الصحابة من امتنع عن بيعة أبي بكر وامتع علي وغير ذلك من الفتن الذي ينشرونها هنا وهناك. صحيح أن بعض هذه الروايات جاءت عند يعني ابن جرير الطبري في تفسيره أو عفوا في كتابه، ولكن هذه الروايات محصصة من يعني علماء الجرح والتعديل. كيف ننسى هذا الجزء المهم جدا؟ مسألة الإكراه ومسألة الامتناع كل هذا يوضع جانبا، رأينا لأنه محصت جميع الروايات ووجدوا أن هناك تناقضا، ومن وردت عنهم الروايات وجدوا إما واحد متروك لا ثقة فيه من الروافد أو من الشيعة، أو وجدوه فيه ضعف في روايته، وهكذا خلصنا أن لم يكن هناك صراع كما صوره بعض الناس. طيب بعدهم بعد هذا تغيرت الأنظمة وجاءت الآن أنظمة وضعية، صح؟ موجود النظام العام وموجود الآداب العامة التي تحترم في أي بلد، وبالتالي من ينتخب لهذا هو سينضبط بهذا الدستور وينضبط أيضا بهذه الآداب العامة وأيضا بالقوانين، يعني سيكون قائما على إدارة شؤون الدولة. ذلك نظر الفقهاء لهذه المسألة، قالوا بأن الخطاب الوارد في القرآن الكريم خطاب جماعي، يعني صيغة العموم في تطبيق الحدود مثلا، قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فاقطعوا أيديهما، إذن جاء بصيغة العموم. هل يمكن يتأتى للأمة مجتمعة أن تقيم هذه الحدود؟ طبعا لا، واضح أنه لابد أن تختار من ينوب عن نعم عنها في هذا التطبيق وفي هذا الإشراف والإدارة. فقالوا إذن كيف تكون الصيغة؟ تكون بأمرين اثنين،
إما أن تشترك الأمة كلها في هذا الاختيار، وإما أن تنتخب من تثق فيه ينوب عنها في هذا الاختيار. وهذا هو شكل الانتخابات في البلاد الإسلامية، إما أن تكون عن طريق مجلس النواب عنها تنوب عنها ثم بعدك يستفت الشعب في ذلك، أو أن تكون مباشرة عن طريق الانتخابات كما يحدث في بلدنا. نعم هذا هو. فهذه هي الصيغتين التي توصل إليها العلماء في هذه المسألة. طبعا الجمهور على أن الأمة تنيب عنها أصحاب العقول الراجحة، ونرجع مرة أخرى لفكرة أهل الحل والعقد. نعم عند الفقهاء، وربما نحيله إلى الحلقة اللاحقة إن شاء الله لنفصل فيه. فقلت هذه الصيغة التي وصلوا إليها، حتى ماذا يتم اختيار، رأينا إما من ينوب عنهم أو أن يختاروا هم بأنفسهم هذا يعني الرئيس لهذه الدولة. وهذا هو يعني مفصل حديثهم، وأنت تتتبع الكلام في هذه المسألة وما قاله الفقهاء. طبعا دائما أقول أنا لا أنقل رأيي، ولكن أنا أنقل فقه، رأيت من يريد أن يفتش يفتش. فهذه المسألة وصورتها كيف تكون في المجتمع. بارك الله فيك أستاذ على هذا التفصيل. بروفيسور عصام، استذكر كلامك في مسألة الطرق الصوفية والتنشئة وتلك المبايعة إن صح التعبير على السمع والطاعة. نحتاج كذلك في هذا الباب مسألة النظرة إلى هذا الاختيار وانتخاب من ينوب عنك، إلى مسألة كذلك تزكية وتنقية وتنشئة في هذا المجال بالنسبة للناشئة. نعم بالفعل، مسألة البيعة تحمل دلالات مختلفة متعددة كما أشرنا إلى ذلك، صبغة أو جانب سياسي، جانب اجتماعي، وأيضا جانب تربوي كما أضاف وأثى الأستاذ الكلام في مختلف المؤسسات التقليدية الجزائرية التي سعى الاستعمار الفرنسي في تحطيمها. يجب التذكير به أن أول ما بدأ به المستعمر الفرنسي هو تحطيم هذه المؤسسات التقليدية، سواء الزوايا، سواء المجالس الأعيان، غير ذلك، لأنه كان على علم بأن ممثلي هذه المؤسسات العريقة التقليدية التي تعود مئات السنين في التاريخ لها هذه الشرعية، لها هذه الشرعية، لأن المعين فيها هو الأكفى، هو صاحب من يثق فيه، وله دور قيادي على المستوى المحلي الذي يشرف عليه، وله أيضا دورا تربويا معتبرا. وهذه البيعة تأتي لتصبغ هذا الشيخ أو الأعيان أو الزعيم أو ما كانت تسميته بواحد الطابع تاع البركة، لأنه يقول يعود أصلها إلى متصل بمتصل، وكل شرعياتها تأتي من هذه ما يسمى بسلسلة. ذلك نجد زوايا، نجد مدارس تقليدية تجد يعود أصلها إلى شيخ منذ 1000 سنة، مريد عن شيخ، مريد عن شيخ، مريد عن شيخ. هذا الجانب التربوي. إذا الآن أردنا أن نقيسه على السياسة، فيما يخص السياسة بالطبع يوجد هذا الجانب الأخلاقي. أكيد ليس من الهين الكلام عن الأخلاق في السياسة، لأن السياسة غالبا منافسات، لأنها أحزاب، لأنها حسابات. لكن الإسلام يأتي لا ينكر العنصر أو الجانب السياسي، بالعكس ذلك، يجب تنصيب خليفة، يجب تنصيب حاكم، يجب تنصيب أمير، يجب تنصيب رئيس، نسميه حسب الزمن كما شئنا. ولكن الأهم في الإسلام هو هذه المبادئ التربوية. العدل أول ما يجب أن يكون متحلى به هو العدل، الثاني هو الشورى بالطبع المشورة، الثالث هو أيضا اللين والرفق. هنا فقهاؤنا أسسوا علم، هو علم السياسة الشرعية، تكلموا فيه عن حقوق الرعية، تكلموا فيه تجاه الحاكم، عن واجبات الحاكم تجاه الرعية أيضا، تكلموا فيه أنماط التعيين، تكلموا في أكثر أبواب السياسة الشرعية. لكن اليوم لدينا مدرستين في السياسة الشرعية، لدينا مدرسة السياسة الشرعية البيضاوي، أحكام السلطانية الموردي، عندنا هنا في الجزائر عندنا الشيخ عبد الكريم المغيلي. عبد الكريم المغيلي له كتاب في السياسة الشرعية عظيم، الوصايا إلى ملك كانو. لدينا حتى الشيخ عبد الرحمن التعليبي له كتاب النصائح، خصص له أبواب للسياسة الشرعية. لدينا المدرسة الثانية للسياسة الشرعية هي مدرسة المعاصرين، الشيخ محمد عبده، عبد الرحمن الكواكبي، محمد إقبال. العمل الذي قاموا به، وهذا عمل جبار
وندعي مشاهدين الاطلاع عليه، هو أنهم أخذوا تلك المبادئ التي أمر بها القرآن وأكدتها السنة، وقام باستقرائها العلماء الأفاضل تاع الرحيل الأول، وقدموها بصيغة معاصرة على سبيل المثال يقول الشيخ محمد عبدو: في كل الأساليب التي نبحث عنها اليوم، ما هو الأقرب إلى الشورى؟ نجد أنه هو الانتخاب. توثق قال ربما في المستقبل سنجد يكتشف العقل الإنساني أسلوبا آخر أقرب إلى الشورى، ربما، لكن الآن هو الانتخاب، ومن ثم يجب علينا الحاجة به. هذا هو تراث كبير، ولكن للأسف حتى في الجامعات عندما ننظر السياسة الشرعية غالبا نعود إلى الكتب الأوائل أو المتأخرين، أما المتقدمين وما قاموا به وما أدوه في علم السياسة الشرعية لدينا كل المصلحة إلى اكتشافها وإعادة اكتشافها إن شاء الله. فقط أردت أن أشير لشيء، أن جمعية العلماء المسلمين في زمانها وقت الاستعمار الفرنسي، تصور أنت أن في زمانهم ألغيت الخلافة الإسلامية في عهد كمال أتاتورك. طبعا اختلفوا في هذه المسألة، ابن باديس هلل لذلك، أبو يعلى الزواوي هاجم هذا، ولكن وجدوا مخرج للأمة أنذاك، للجزائر أنذاك، جعلوا لها جماعة المسلمين يحتكمون إليها. وصرح بعد ذلك يعني العربي التبسي بأن جماعة المسلمين في الجزائر هي جمعية العلماء المسلمين، لأنها تستوفر يعني تستوفي جميع الشروط المطلوبة في جماعة المسلمين. وأنا لي بحث في هذه المسألة، يعني بنوها وخرجوها تخريجا رائعا جدا، بنوها على نصوص شرعية وعلى قواعد فقهية وتخريجات للعلماء، بحيث ماذا اجتمع فعلا الشعب الجزائري معظمه عليهم وعلى فتاويهم، وصار فعلا الجمعية مرجع للأمة في ذلك الزمن. إذن ضرورة التنصيب، ضرورة رجوع الأمة لمن يحتكمون إليه، هذا مهم بحال يعني، وقلنا لا خلاف للفقهاء في وجوب هذا. بارك الله فيك. وربما الفرق في هذا الجانب بروفيسور في مسألة البيعة أو النظم الحديثة مسألة المشاركة. صحيح. مشاركة في البيعة أهل الحل والعقد. والآن يفتح المجال إلى كل من له صفة المواطنة في مسألة المشاركة، سواء في انتخابات تكون جهوية محلية أو نيابية أو حتى رئاسية. فصلنا في مسألة هذه المشاركة وكيف يصنع القرار من خلال هذه المشاركة. ممتاز. في حقيقة كل هذه الأنظمة في حقيقة لما تأتي إلى الواقع وتأتي إلى التنظير في مجال نظام الحكمة، لأن الأنظمة تعتمد على نظام حكمة فرنسي اسمه المود غوفرنانس. نظام تاريخ نظام الحكامة في التاريخ الحقيقي النظام الأحادي في الحكامة، أنا أذكى إنسان إلى اللي منصب، كل الباقي ليس له أفكار، أنا أقرر وأنت تنفذ. انتهى أمره في بداية القرن الماضي تاريخيا من ناحية النظريات بثلاثينيات، وبدخلنا منذ الثلاثينيات بدأت يدخل نظام المشاركة أو ما يسمى التشاركي. تطورت المسائل وأثبتت كل الدراسات وأثبت الواقع أن على المستوى العالمي المؤسسات لغير ذلك أكثر نجاحا في العالم هي التي تعتمد على المشاركة. المشاركة كيف تشارك الموارد البشرية، يعني الأعضاء يشاركون في صنع القرار كل واحد في مجالته. إحدى المؤسسات ما أذكرش اسمها هي يابانية، في 1981 جمعت أكثر من 1,381,000 فكرة واقتراح من طرف كل الموارد البشرية. المسألة ليس هنا، يعني طبقت 93% من هذه الأفكار، بمعنى هذه المؤسسة اليوم التي هي رائدة في العالم منذ الخمس سنوات الماضية إلى اليوم في مجال القطاع الصناعات، سر قوتها هي إشراك الآخر في كل واحد في المجال تاعه في صنع القرار، سواء في الجودة، كل مسائل في التطوير إلى غير ذلك. هذا نأخذ على مثال بسيط. فالمشاركة اليوم أصبحت إلى جينا إلى بعد الريادية أو ليدرشيب، فن القيادة. كل في العالم اليوم القائد كما يقول أحد المختصين الذكي هو الذي يجند ذكاء الآخرين. لا يمكن أنك تكون ذكي أكثر الآخرين، صدقني. لا يمكن أن تجمع كل اختصاصات أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة في التسيير، صدقني أقول لك ممكن أكثر من 60% أو 70% من حل المشاكل لست أنا، من إشراك المساعدين. وهذه أهم إشكالية في البلدان المتخلفة، لأن المسألة الإشراك الآخر في كل مجال حتى الطف في المنزل، المسألة تبدأ بالعائلة. الأب المتسلط أو العائلة أو المتسلط، الأبناء عادة يتجهون إلى خارج المنزل. والدراسات في الانحراف تثبت أن عدم، لما نقول الإشراك هو يبدأ بالإصغاء والإنصات وليس الاستماع كما يقول البعض.
تسمعني يعني تفتح المجال. فالإصغاء أنك تدرجه وتشركه إلى غيرك، حتى الطفل الصغير يعني كل واحد يقوم بتجربة مع ولاده، تقول له روح نجيب لك هذه اللعبة تعطيها له ممكن يفرح هكذا، لكن قل له وليدي واش متحب مثلا لباس اللي تشريه خيره، أعطي الاختيار ليه. أكيد تبدأ يعني الناس ذهبت أكثر من ذلك، حتى عند الحيوانات الإشراك يحفزهم، فما بالك بالإنسان. فما بالك أنت اليوم في أنظمة يعني نتكلم على المشاركة، يجب أن تكون مشاركة حقيقية. وفيه كلمة سر مهمة جدا من المبايعة إلى اليوم، يعني كلمة سر مهمة جدا وتبنى عليها الأنظمة في كل العالم، عاد الأنظمة الدكتاتورية، وهي الثقة. كنت دائما أقولها حتى في التسيير، حتى مؤسسة صغيرة إلا فقدت ثقة المحيطين بي، حتى في المنزل إلا فقدت ثقة الأبناء وش بقالك؟ هي لا تعطيك ثقافة الانتماء كذلك. أكيد، وهذا كله سيرورة، يعني حتى الاختيار ليس عملية تقنية، ولكن جودة الاختيار مهم جدا. يعني مستحيل أنك تضع إنسان على رأس مؤسسة 20 سنة أو أكثر من 20 سنة بدون تقييم، إحنا نسموه في إدارة الأعمال تقييم، أول مراقبة إلى غير ذلك، بدون أهداف وبدون برنامج، صح. وتنتظر من المؤسسة أنها تتطور. يعني نقول دائما إذا تطورت بهذه الطريقة هنا العجب. ربما أنا أحيط هذه المسألة بالجوانب الفقهية بطبيعة الحال، وأنا دائما أقول أنا لا أنقل في رأيي، أنا أنقل فقه. رأيت فقهاء قالوا نغير فيما استطعنا تغييره، أفضل في عدم التغيير، وبنوا هذا الأمر على قواعد فقهية، أنه ما لا يدرك لا يترك، بمعنى أنه ما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر لنا. وقريبا منه قاعدة عند الأحناف أن لا يسقط الميسور بالمعسور، إذا تعسر علي أن أبحث ربما عن حاكم يكون فيه كل المواصفات التي نطلبها، ولا يوجد شيء من هذا في عهد يعني الصحابة، وما كان هناك اتفاق كلي. رأيت كيف على خليفة، يعني سعد بن أبي وقاص ولي على أهل العراق، اشتكوه إلى عمر، سعد وما أدراك ما سعد، رأينا اشتكوه إلى عمر وعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي قالوا نقارب ونسدد علماءنا في هذه المسألة، ورأينا نماذج، رأينا من كلام فقهائنا في مسألة الاختيار للقيادة وشيء من هذا القبيل، كنحو كلام شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، أنه إذا رشح لدينا الفاسق القوي ورشح الضعيف المؤمن، قال أيهم نختار؟ قال الفاسق القوي. لماذا؟ هو يحتكم إلى نظام يمشي معه، إذن فسقه عليه ولكن قوته للدولة. ولكن هذا الضعيف المؤمن قالوا إيمانه له هو، هل سنستفيد نحن من إيمانه؟ ولكن ضعفه سيكون للدولة. فننظر إلى المصلحة العامة التي ينظر إليها الفقهاء، وبالتالي قالوا ننظر الذي هو أقل ضررا، الذي هو أقل شرا، أقل معاداة للدين داخل هذا البلد، فيتعين بعد ذلك علينا أن نناصره من هذا الباب. قاعدة عظيمة أيضا يعني شاعت بين الفقهاء في مسألة هل يجوز لي أن أمتنع عن الانتخابات، قالوا يجب ارتكاب أخف الضررين، يجب ارتكاب أخف الضررين، أخف الحرامين، حرام وحرام أخفهما، أدنى المفسدتين كما عبر الفقهاء أيضا عنها. فيدخل مسألة أني أختار، بعض الناس تقول لك لا لا يوجد الأكفأ، نحن ننظر دائما الذي هو أكثر كفاءة من غيره في هذا المفهوم، لأن عندما تترك. قناة القرآن الكريم، جزائرية الروح، عالمية الرسالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها رواه البخاري قناة القرآن الكريم جزائرية الروح عالمية الرسالة لمن؟ تترك معنى لإنسان قد يقصيك تماما من المجتمع صح؟ قد تأتي قوانين ربما تفسد عليك حياتك أنت ومصالحك أنت في تربية أولادك في تعاطيك مع المجتمع في حد ذاته وبالتالي يكون الأرجح والحكمة تقتضي أن الإنسان يقبل ويشارك ويكون هذا نوع من التغيير رأيت في إطار ماذا؟ تغيير في إطار ما تيسر لنا وهذا هو المطلوب كما قاله الفقهاء ولذلك نحن عندما نتكلم عن الانتخابات نقول هذا رأي العلماء أنه ضمن هذه القواعد الفقهية التي أشرنا إليها قبل قليل وهناك ناس ومحللين سياسيين وإشاعات تنتشر في المجتمع تقول لك لا تشارك إذن أنت حتى إذا سئلت يوم القيامة عن هذا أنت تستطيع ربي هم من أفتوا لنا بهذا وعلماءنا من قالوا وقد أمرنا بطاعتهم صح؟ وأنت في ذلك في منأى أمام ربك أمام هذه المسؤولية الخطيرة في أهمية الاختيار لمن يحكم هذه الدولة وأما إذا أخذت برأي آخر على ماذا ستعتمد في حجتك أمام الله يوم القيامة وبالتالي أنا قلت ها هنا لا أقول ما يجب أن لا أقول رأيي ولكن أقول ما رأى الفقهاء والعلماء وما يجب على المسلم في مسألة الاختيار وأهميته والله أعلم بارك الله فيك أستاذة على كل المستويات المشاركة تختلف يعني فيها وكأنها نسب
قد تشارك بكلك وقد تشارك بجزئك في هذا المفهوم أستاذنا. ومن ناحية التنشئة، من ناحية ربما انطلاقا مما يكون الإنسان وهو فتى صغير، كيف ينشأ على هذا المفهوم؟ ممتاز، هذا سؤال ممتاز حقيقة. هي ثقافة في النهاية تصنع سلوك. صحيح. السلوك اللي ممكن كثير من الناس أنه لا يريد المشاركة حتى في اتخاذ القرار، حتى أنه مؤسسة، ويكون مرتاح أنه يأخذ القرارات وينفذها، وهذا حتى في بيته يتبع آراء زوجته. أكيد. صحيح. ولو نأخذ من الواقع الآن، نأخذ الواقع في حقيقة، نسقط النظر على الواقع، تأخذ أبنائنا بالصفة ليس بالمطلق، يعني أغلب الأحيان تجد الأطفال في المطالبين في الأسرة يسمعوا فقط وينفذوا. إذا حتى الطفل كي يدير غلطة يضربه الأهل تاعو، يعني أنك كأنك تقول له ما تفكرش، يدخل في المدرسة يجد نفس السياق، وبالتالي فيستهلك ما يقوله الأستاذ ويرجع البضاعة وممنوع عليه يفكر، وهكذا تمشي السلسلة. ثم يدخل في الإدارات إلى غير ذلك، نظام التسيير هو نظام أحادي، فأنت حتى لو كنت عبقري زمانك أنت ممنوع أفكارك تتركهم، كما يقول أحد المختصين، كأن في الصباح كي تجي تخلي ذكائك في الـ في الـ في المدخل، مدخل وفي حشية تعتدي ذاك، إذا لا يطلب منك أن تفكر، يعني ماش ذكائك خارج هذه لا يطلب منك أن تفكر. والمصيبة هنا، يعني الخاسر الأكبر، أن المؤسسة تخسر كثير من حلول تجدها في عند الأشخاص عنده 20-15 سنة 20 سنة أستاذ مهما كان. صدقني أغلب الحلول تجدها على الناس عندهم التجربة تكون، ولكن يحول إلى منفذ، آلة للتنفيذ، ويخسر هو لأنه غير محفز. الإنسان الذي لا يشارك يعني في النهاية تبقى علاقة بسيطة، الأجر مع المؤسسة، ينتهي نهاية الشهر الأجر، ويقول بعمل عمل تنفيذية فهو خاسر وهكذا. ففي هذه الحالة التنشئة الأسرية والتنشئة التنظيمية والتنشئة السياسية، إذا بنيت على القاعدة، هذه القاعدة التسلسلية، فأنك تصنع جيل أنه غير مطلوب منه أنه يفكر، وبالتالي هذا الجيل حتى إذا طلب منه مشاركة خلاص راك برمجته، أديته في سياق أنه علاش نشارك، أنني في الأسرة كذا وفي المؤسسة كذا وفي المدرسة كذا إلى غير ذلك. قناعة بالضبط، هذه تصنع منه جيل ما نشاركش، كان اللي يفكروا في مكاني، وهذه أكثر أكبر مشكل صدقني. يعني لما تشوف كل اللي شفناه يعني من اختراعات وتطوير، تكلموا تطوير بلد، يعني البلدان الأكثر تطور في العالم في الثمانينات كانت، في السبعينات بعض البلدان كانت عيب تقارنها مع الجزائر، بالمفهوم الآخر كانت هي نموذج الفقر في العالم، ولا يجب ولا أذكرها هنا. وبالتالي عندما تدرس هذه البلدان تجدها أنها بنت المشاركة بالمفهوم الفعلي على كل مستويات، والآن بلدان أصبحت متطورة، من بين البلدان متطورة، حتى التطور اليوم بالمفهوم الرأسمال البشري هو الجوهر، يعني كل الباقي يمكن تشريه، أجهزة عندك، أموال شري وش تحب، موارد، لكن لا صدقني المشاركة. ولكن هذا يتطلب شيء، أنك تستثمر في الإنسان بجودة التعليم، في التعليم أنا هذا الركز عليه كثير، ما تعملوش رأسه بالأفكار في امتحان تقول له رجع لي السلعة، هذا غريب، هذا يعني هذا الإشكال، يعني تخليه في كل السلسلة أنه يفكر، ينتج أفكار جديدة. الآن تفعل عالم مبدع، عالم الإبداع، مؤسسات في السياسة في الخدمات كلها عالم إبداع. هل يمكن أنك تدخل في عالم إبداع، منافسة عالمية إلى غير ذلك، بأجيال تربيهم على أنهم ينفذوا ممنوع لهم يفكروا؟ إذا المشاركة أعمق بكثير، وهذا هو الرهان الكبير، نتكلم على بلدنا، هذا هو الرهان الكبير إذا حبينا فعلا نخرج من التخلف. أكيد، وهو رهان ربما يبدأ من الأسرة وباقي مؤسسات المجتمع والإعلام كذلك. ببساطة لدينا خيار، إما أن نختار بين السيستم بيراميدال النمط الهرمي، ولا السيستم دو سيركل، ولا نظام الدائرة منذ السن المبكر في العائلة في المدرسة. لذلك بعض الدول المتطورة في سياق ما يسمى بالتربية السياسية أو التربية المدنية أدرجوا داخل المدرسة ما يسمى بالبرلمان، برلمان المدرسة، كل قسم من تلاميذ يعين الممثلين، ثم ذلك الممثلين يشكلون برلمان، ثم البرلمان يقوم يقدم اقتراحات للإدارة، ومن ثم منذ السن المبكر في الابتدائي ليديوكاسيون بوليتيك، التربية السياسية. فيه تفصيل بلد، يعني مساحته بالك ولاية الجزائر في لندن، السنوات الأخيرة درج مادة في الابتدائي هو العمل الجماعي، يعني الأطفال حتى ألعابهم، حتى في مادة الأطفال في العمل الجماعي، كل مرة طفل يقود الجماعة، يعطيهم مواضيع بسيطة في الألعاب ويطوروا لهم تفكير كيف
يعني هذه المادة كلها فيها المواد. نحن لسنا مطالبين بالاستنساخ، ولكن عدنا من العلماء والخير، لذلك يكفي أنك تربط العلاقة بين صاحب القرار وصاحب العلم. إن شاء الله بارك الله فيك، يعني بلغنا الختام يعني. طيب فقط نقطة فقط، هذا الأمر مؤصل له حتى في ديننا، مثل تربية الأولاد على الاختيار أختيار. ولنا في ذلك أدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك دكتورة على ما قدمته بروفيسور عصام. شكرا لك، الشكر على ما قدمته بروفيسور رابح كذلك. شكرا. بارك الله فيك، لكم الشكر موصول مشاهدي الأفاضل. تحية وتحية الفريق الذي كان في خدمتكم، دامت أوقاتكم طيبة مع قناة القرآن الكريم. سلام الله عليكم.